اللي خليني اروح برضو انا وكريم ونقدم التهنئه للسباح مروان القماش اللي فاز بالميداليه الذهبيه في سباق 800 متر حره في بطوله كاس العالم للسباحه 25 متر اللي اقيمت بمدينه تورونتو بكندا، واتكلمنا عنها هنا برضو اكتر من مره. حقيقه لو هنتكلم بقى في المجمل كده، السباحه المصريه بقت تحقق انجازات في مختلف المحافل، وفي تطور في الارقام اللي بيسجلها لاعبي مصري. انت عندك يعني طبعا اسماء كانت كتيره، منها حاليا برضو مع مروان عندك فريدة عثمان وأحمد أكرم، دي أسماء برضو لامعة حاليا. عندك في الأيام أو الأجيال اللي قبل كده كان عندك رانيا علواني مثلا، لو ارجع بشوية بقى لورا عبد اللطيف أبو هيف، وعندك إيناس حقي وناصر الشاذلي ومحمد العراقي. أنا يعني أنا وكريم منزلين تاريخ كل بطل من الأسماء اللي أنا بقولها لحضراتكم، لكن فعلا السباحة برضو مؤخرا بقت تاخد حيز أكتر وأكبر، وأسماء بتلمع بشكل أكبر. يمكن الأول كنا نسمع كل كام سنة يطلع نجم واحد أو بطل واحد، دلوقتي عندك يعني ثلاث نجوم او اكتر كمان، ثلاث سباحين عالميين. فده يعتبر تطور في السباحه وفي الرياضه المصريه كريم. يعني انت دلوقتي بتتكلم بجد كل فتره على رياضه مختلفه فيها ابطال مصريين محققين انجاز غير مسبوق تاريخي، ده ان دل على شيء اكيد على تطور هذا الملف في مصر، فده شيء بيتهيألي جيد يعني.